مشروع ربط سريع محمد القاسم بقناة الجيش يعد أحد أهم مشاريع فك الاختناقات المرورية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد. العمل متواصل على امتداد الطريق الذي يبلغ طوله 11 كيلومترا، مشروع يضم جسرا بطول 431 مترا ونفقا بطول 330 مترا، مع 4 جسور تربط الأحياء القريبة من جهة اليمين واليسار. النفق عبارة عن 17 مقطع، كل مقطع يتراوح بين من 17 متر إلى 20 متر، ووجود أيضا 4 استدارات على القناة يربط من جهة اليمين إلى جهة اليسار. المشروع مشروع حيوي إن شاء الله، إذا كملت هذا المشروع إذا كمل بهذه المنطقة يخفف الازدحامات عن فلكة الجبهة ويخفف الازدحامات عن تقاطع المشتل، وإن شاء الله العمل مستمر 24 ساعة عندنا هنا ب3 شفتات. وفي الرصافة أيضا تواصل الملاكات الفنية والهندسية أعمال إنشاء جسور وأنفاق لنقل الحركة من بغداد الجديدة ومنطقة الزعفرانية والكرادة وبالعكس، إذ حققت أعمال صب الركائز والأعمدة نسبا متقدمة بعد رفع التعارضات. إنشاء نفق بمسار بعرض 30 متر يعني بالاتجاه اللي قادم من الزعفرانية باتجاه الكرادة وبالعكس، أيضا سيشهد هذا المشروع إنشاء جسر فلاي أوفر فوق الجسر اللي موجود جسر الدور السريع، أيضا راح ينقل الحركة من بغداد الجديدة باتجاه الزعفرانية. إسناد التربة الخاصة بالأنفاق اللي احنا باشرنا وصلنا إلى مراحل متقدمة في عمليات الحفر لهذا النفق، وهو بالتالي يعني يمشي ضمن المخطط الزمني الموضوع له. مشاريع فك الاختناقات المرورية تنجز ضمن خطة مدروسة وبأوقات محددة بغية إكمالها بشكل متكامل ودقيق بهدف حل مشكلة الزحامات وتجاوز العقد المرورية والانتظار الطويل. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.